خلينا نرجع بيك شوية بزمان خالد، تحكي شوية على البدايات في الكورة، كيف من نوبة أنت نعرفك بديت؟ ده انا بديت ليه في الاسبيرانس بديت مش من نوبة، لا لعبت كورة في الاسبيرانس هكا؟ ما لعبتش كول، مشيت تيست في الاسبيرانس، عملت تيست في الاسبيرانس انا صغير 6 ولا 7، وبعديك فما لي كونديسيون غاديك قبل كانت في لي جون حاجات غريبة ياسر يا اخي، رجعت مشيت المنوبة فسر لي الساعة شو حاجات غريبة، حاجات غريبة في الاسبيرانس لازم بالله كثير في الصغرى وقت. هو مش كان في الاسبيرانس الحقيقة، في الجمعية الكل حكاية الروم وقت وقت بالله كثير غاديك في الاسبيرانس كاو يا اخي، وحكم قرايتي وكل شيء قعدت رجعت لحومتي منوبة، عديت بريسك 7 سنين ولا قديش، بعديك شريتني ستاد من الاسبيرونس من واحدة واحدة. ما قبلوكش في الاسبيرونس ولا قبلوك؟ لا ما تقبلت، اما لي كونديسيون غاديك قوية ياسر، معناتها قبل كانت كونديسيون في الاسبيرونس قبل تو تنحات، اما قبل كانت اللي بو لابس عليه واحد كل شيء هو اللي يخليه صحيح. اي موجود تحت التاولة. مشيت المنوبة يكون ميني شنو؟ ميني ميني انت زدت يقولوا دخلت بالكتاب في منوب بوك كان يعام في الجامعة، كان بريزيدون منوب ولا بريزيدون؟ كان بريزيدون منوب. ما ليه ما وقت مشيت انا للمنوب مشيت نعم في تيست، ما في بالوش ولي انا مشيت نعم في تيست، في بالوش بيك ما في بالوش تقبلت ومن بعديك بس فمعنا ما عندوش عليك. سمعت الكلام هذا انت؟ ايه سمعت. باه قد عملت يا منوب؟ 7 سنين حتى السينيور عملت السنة. لا مو السينيور، حطيك شي الكادي ظهر من كادي اخر فاتك ستاد، خذتني ستاد وطلع ماتش اميكال كونتر ما خذوني بالوقت وقت. طلع الكيبة في ستاد كيف جيت؟ والله وقتها طلعني وقت مصف عرفاوي، وقت طلعني مصف عرفاوي وقت عمري 17 سنة طلعت. طلعت عند مصف عرفاوي وبديت نلعب عمري 17 سنة، اول ماتش لعبته كتر حملف حملف وقت ربحنا 2-0. التجربة في ستاد قد عملت 4 سنين في ستاد؟ لا اكثر، عملت من عمري من عمري 13 حتى كشي 21 في ستاد. كيفاش تحكم عليها؟ وصلت كابيتان انت في ستاد وانت صغير؟ كابيتان عمري 19 كابيتان، الحقيقة عنده فضل كبير ستاد باش وصلت اللي انا فيه توا، معناتها عنده فضل كبير، وقفوا معايا الحقيقة عندهم فضل كبير على خاطر القربي.